28 من مايو، في مثل هذا اليوم من عام 632، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1812، الإمبراطورية الروسية توقع مع الدولة العثمانية معاهدة بوخارست، والتي كان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تحت السيطرة العثمانية. وفي عام 1863، في مثل هذا اليوم، الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم فرمان مصر، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر. وفي عام 1946، انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص في مصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين والتأكيد على عروبتها. وفي عام 1959، في مثل هذا اليوم، الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كيلومتر في الفضاء. وفي عام 1964، في مثل هذا اليوم، الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس، والذي تم فيه اتخاذ قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1999، إعادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دافنشي، وذلك بعد 22 عاما من الإصلاح والترميم. وفي ذات اليوم 28 من مايو عام 2007، الرئيس الصالح يبعث رسالة تضامن إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني، نقلها عبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى، أكد فيها دعم اليمن المطلق لأمن واستقرار وسيادة لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها مخيم نهر البارد الفلسطيني في لبنان.